أهلا فيكم أصحابي، بتتابع مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا؟ تعرفوا أن المؤثرين موجودين من زمان كتير، وكتير منهم مذكورين في الكتاب المقدس، وهلأ رح نقضي مع بعض وقت مميز كتير نبدع ونتفنن فيه، ونحكي أكتر عن كيف ممكن أنتوا تكونوا مؤثرين وملهمين للناس اللي حواليكم، وكيف تسمحوا لله يستخدمكم للخير حتى لو كانت الإمكانيات بسيطة والظروف صعبة. أنا هبة، واليوم رح نصنع مع بعض مصباح ونسميه مصباح الأحلام. جوا قلب كل واحد فينا حلم بتمنى يوصل إله. رح أحكي لكم اليوم عن مؤثر من الكتاب المقدس كان يحلم أحلام كبيرة وهو صغير، وبعد سنين طويلة اتحققت أحلامه. لصناعة مصباح الأحلام إحنا بحاجة مرتبان زجاجي، شمعة صغيرة، أوراق كورنيش ألوان مختلفة، شكل نجمة بأحجام مختلفة، ريشة، مقص، وصمغ، وكمان أي خيط بتلاقوه موجود عندكم في البيت. رح أحكي لكم عن مؤثر من الكتاب المقدس كان يحلم أحلام كبيرة وهو صغير، وبعد سنين طويلة اتحققت أحلامه. خليني هلأ أحكي لكم عن يوسف وإحنا عم نصنع مصباح الأحلام. يوسف هو ابن يعقوب وإله 11 أخ، وكان أبوه يحبه كتير كتير، لكن كانت أحلامه ليوسف بتسبب له المشاكل. حلم يوسف إنه كان في 12 حزمة قمح، وإنه حزمة إخوته سجدوا لحزمته، فغضبوا إخوته وحكوا له: شو يعني؟ أنت بدك تصير ملك علينا وتتحكم فينا؟ ما صدقوا الحلم وزادوا غيرة وغضب من يوسف. ولما حلم إنه الشمس والقمر و11 كوكب بتسجد إله، ما صدقوا إخوته وحتى أبوه، ما صدقوا حلمه أبداً، وما عرفوا إنه هذا الحلم هو من الله، فحسدوا يوسف وانزعجوا منه. كانوا الحلمين رسالة من الله، لكنهم للأسف العائلة ما تقبلوها وقاوموها. ما تحققت أحلام يوسف فوراً، مر يوسف بتحديات كتيرة من خيانة وظلم وسجن لسنين طويلة، لكن في كل هذه الصعوبات كان يوسف صبور في تحمله وفي اجتهاده وأمانته، وكان الله عم بجهزه لتحقيق حلمه. وفي الوقت المعين فسر يوسف أحلام فرعون، وشهد فرعون إنه يوسف فيه روح الله، وألبسه خاتمه وخلاه ملك على كل مصر ليكون القائد المؤثر يلي ينقذ الأرض والشعوب من المجاعة، لأنه قدر يخزن الأكل في سنين الشبع. وفعلاً اتحقق حلمه وسجدت له كل الناس وكمان إخوته. تقدروا تقرأوا قصة يوسف وتستمتعوا فيها بسفر التكوين الإصحاح 37. دوروا على الحلم جوا قلبكم، غمضوا عيونكم وشوفوا شو هو الإشي اللي إذا عملتوه رح تسعدوا وتفيدوا الناس اللي حواليكم، وتكونوا أنتم مبسوطين إنكم حققتوا. اضووا مصباح الأحلام واحلموا بدون حدود، وصلوا إنه يكون حلمكم بحسب قلب الرب، وصدقوا بإنه رح يوصلكم لحلمكم. احلموا ولا تسمعوا لأي استهزاء أو استخفاف بحلمكم أو بقدراتكم. احلموا وكونوا أنتم المؤثرين.